زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم محافظات رابغ وخليص والكامل، واطلع على المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها في تلك المحافظات التي بلغت كلفتها الإجمالية أكثر من 3 مليارات ريال. واستعرض سمو خلال ترأسه اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات الثلاث مشروعات التنمية في محافظة رابغ ومشروعات محافظة خليص ومشروعات محافظة الكامل، شملت تلك المشاريع جوانب البلديات والطرق والكهرباء والمياه وغيرها. فيما وافق سموه على البدء في مشروع الواجهة البحرية لفرع جامعة الملك عبد العزيز في محافظة رابغ. وخلال زيارة سموه التقى عددا من أهالي محافظات رابغ وخليص والكامل مستمعا لمطالباتهم واحتياجاتهم التنموية في محافظاتهم، فيما عقد سموه لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال تخلله طرح الفرص الاستثمارية في تلك المحافظات. ووقف سمو أمير مكة المكرمة ميدانيا على بعض المشاريع المنجزة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ، كما شهد خلال زيارته إلى المدينة تخريج 1026 شابا وشابة من أبناء محافظة رابغ والمراكز والقرى والهجر التابعة لها. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بالمنطقة الدكتور حسين الحربي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. واستمع سمو أمير منطقة جازان إلى شرح مفصل عن آلية عمل وبرامج وأنشطة الجمعية، موجها الجميع بأهمية غرس تعاليم كتاب الله وسماحة الدين الحنيف في نفوس النشء والأجيال وأفراد المجتمع. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم نائب عمدة موسكو ماكسيم لوكسوتوف والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في ضيافة الإمارة أمس أصحاب الفضيلة والقضاء ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي، وذلك في جلسة سموه الأسبوعية. وبحث سموه خلال اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سمو أمير منطقة عسير بمكتب سموه اليوم مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقا اللواء متقاعد حزم السبيعي والعميد غازي الألمعي الذي تم تعيينه مديرا للدفاع المدني بالمنطقة. وفي بداية اللقاء قدم سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره للواء السبيعي على ما بذله من جهود مميزة خلال فترة عمله الماضية، كما رحب سموه بالعميد الألمعي متمنيا له التوفيق والسداد في عمله الجديد. من جهة ثانية اطلع سمو أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد على تقرير مفصل عن الأهداف العامة للأمانة العامة لأوقاف جامعة الملك خالد ورؤيتها المستقبلية. وأشاد الأمير فيصل بن خالد بما تقدمه الجامعة من جهود حثيثة تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه اليوم معالي مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمجلس الإثنينية الأسبوعي بإمارة المنطقة أمس عددا من إعلامي المنطقة، ونشد سموه خلال اللقاء كافة الإعلاميين والإعلاميات بالإخلاص لله عز وجل أولا والخوف منه والحرص على كل ما يكتب أو ينشر سواء على الورق أو في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الكتب أو في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. وخلال مجلس الإثنينية الأسبوعي كرم أمير المنطقة الشرقية المواطن طلال الحربي الذي أنقذ مقيما في سيارته تحترق في الدمام، كما كرم الطفل معاذ الجمعان الذي أنقذ طفلة بإخراجها من سيارة تحترق في محافظة الأحساء. وأشاد سموه بمبادرة ترميم طلاب مدرسة رحيمة الثانوية للمصاحف معربا عن شكره لطلاب المدرسة على مبادرتهم الرائدة لخدمة كتاب الله.
من جهة ثانية، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول بالمنطقة الشرقية تحت عنوان نحو بيئة صناعية نظيفة، الذي تنظمه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف مصلح العتيبي، وذلك بمركز المعارض بالدمام. شهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بمقر المحافظة في جدة اليوم توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين إدارة مرور محافظة جدة والشؤون الصحية بالمحافظة تحت شعار سلامتك غايتنا، وتهدف الاتفاقية إلى رفع المستوى أو مستوى الوعي المروري لدى مرتكبي المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة، بحيث تتولى إدارة المرور توجيه المخالفين إلى إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جدة. اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بمساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم على التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية الصناعية بنجران للعام الماضي، قدمه رئيس مجلس إدارة الغرفة محميد آل شرمة، واستعرض سموه أبرز الأعمال التي نفذتها الغرفة والتي يأتي في طليعتها إطلاق الخطة الاستراتيجية 2020 وإحياء فعاليات وطنية واجتماعية وصناعة شراكات مع المؤسسات المعنية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية. من جهة ثانية، كرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم مدير عام تجارب العملاء بشركة الاتصالات السعودية المهندس أحمد الشهراني بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرا للشركة بمنطقة نجران، وبارك تعيين المهندس سعد بن هميم خلفا له، وأعرب سموه عن شكره للمهندس أحمد الشهراني على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي، وهنأ خلفه على الثقة بتعيينه متمنيا للجميع التوفيق والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن. أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أن بنك التنمية الاجتماعية يسهم في التنمية المستدامة ودفع عجلتها، وذلك من خلال انتقاله من الرعاية إلى التنمية وقيامه بدور هام نحو تمكين شباب وشابات الوطن في العمل الحر. وأعرب أمير القصيم خلال الجلسة الأسبوعية لسموه مع المواطنين بقصر التوحيد بمدينة بريدة عن تطلعه لأن يحقق البنك الأهداف المنشودة التي تتوائم مع رؤية المملكة 2030 وفتح آفاق واسعة في التعاون والشراكة بين البنك والقطاعات الحكومية الأخرى فيما يخدم شباب وشابات الوطن. من جهة ثانية، التقى سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي والكوادر الطبية والفنية من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، وذلك بعد نجاح الحملة التي نفذها المركز لعلاج وجراحات قلب الأطفال بمنطقة جازان، قام خلالها الفريق الطبي بإجراء 54 عملية جراحية ناجحة. من جهة أخرى، أشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية في توفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تعزيز البنية الأساسية للصناعات الوطنية، وبارك سمو أمير القصيم الذي استقبل في مكتبه بقصر ديوان الإمارة في بريدة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس خالد السالم، بارك إطلاق مشروع واحة مدن في القصيم والمهيئة لعمل المرأة، كما بحث سموه مع الهيئة تخصيص المدن الصناعية الواقعة غرب القصيم لما تشهده من نمو متسارع. كما التقى سمو أمير منطقة القصيم اليوم أعضاء فريق الهايكينج الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة قطعهم 400 كيلومتر مشيا على الأقدام من مدينة الرياض إلى مدينة بريدة عبر طريق الرياض القصيم القديم تحت عنوان على خطى أجدادنا، ونوه سموه بما يظهر عن شباب منطقة القصيم من وعي رياضي نابع من إدراك بأهمية الرياضة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المريدسية لخدمة الشباب في شتى المجالات.
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما يليانه من رعاية واهتمام بالمنطقة أسوة ببقية مناطق المملكة، ومنها تدشين مشروعات تنموية في محافظة المخواة بقيمة بلغت نحو 1,800,000,000 ريال. جاء ذلك خلال تدشين سموه أمس لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة المخواة ورعايته لفعاليات الملتقى الاستثماري الثاني بالمحافظة. واستحل سمو أمير منطقة الباحة زيارة بافتتاح مكتب الخدمات البريدية بالمحافظة، وقام سموه بقص الشريط إذانا بافتتاح المبنى، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع واطلع على لوحات وتصاميم المشروع. بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الباحة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والجديدة، وتضمنت مشروعات تعليمية وصحية وبلدية وطرقا ومياه وغيرها. كما اطلع سموه على عدد من المعادن من الأحجار وغيرها التي تقوم على دراستها واستخراجها جامعة الباحة، ثم افتتح معرض الإبداعات الفنية الذي يضم أكثر من 40 لوحة فنية من مشاركات معلمي ومعلمات وطلاب وطالبات المخوة. بعد ذلك شرف سمو أمير المنطقة حفل الملتقى الاستثماري الثاني، حيث شاهد سموه والحضور لوحة إنشادية قدمها عدد من طلاب المحافظة المخواة، ثم ألقى محافظ المخواة كلمة بين فيها أن المحافظة حرصت على إقامة الملتقى الاستثماري بمشاركة العديد من المختصين ومديري الإدارات الحكومية وعدد من رجال وسيدات الأعمال، وذلك في ظل رؤية المملكة 2030 وفي ظل المقومات السياحية والاقتصادية للمنطقة. بعد ذلك شاهد سموه هو الحضور عرضا مرئيا عن أبرز الفرص الاستثمارية في المحافظة. وفي ختام الحفل كرم سمو أمير الباحة عددا من منسوبي وطلاب وطالبات تعليم المخواة على ما حققوه من منجزات مختلفة. بعد ذلك توجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود إلى مقر محافظة المخواة، حيث عقد سموه لقاء مفتوحا مع رجال وسيد قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سمو أخي الطموح المجتهد الولي العهدنا المحبوب، على هالمشاريع التي تمت اليوم في محافظة المخواة. وكل فخر وسرور أن أرعى الملتقى الاستثماري وأشرف على ما يوجد من فرص استثمارية، وسعدت اليوم الحقيقة ببعض المشاريع التي ستقام في محافظة المخواة، منها فندق مجمعات تجارية وشاليهات وفلل. هذا كله مدعاة للفخر، وحنا إن شاء الله ما زلنا في بداية الطريق، والقادم أجمل بإذن الله. من جانب آخر، افتتح سمو أمير منطقة الباحة أمس مهرجان الموز والكادي في نسخته السادسة بقرية ذي عين الأثرية بمحافظة المخوة، وقام سموه بقص شريط المعرض المصاحب للمهرجان، وتجول في أرجائه وشاهد محتوياته من معروضات الموز والكادي والمنتوجات الزراعية، كما شاهد سموه الأجنحة المشاركة في المعرض. بعد ذلك بدأ الحفل الخطبي، ألقى خلاله محافظ المخواة الدكتور محمد دادا كلمة بين فيها أن فكرة المهرجان جاءت في ظل المقومات الطبيعية والإرث التاريخي والحضاري والثقافي الذي تتميز به قرية ذي عين الأثرية. ثم شاهد سموه والحضور أوبريت بعنوان ذي عين شموخ الإنسان وسحر المكان بمشاركة عدد من طالبات المخواة وفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة. وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الباحة الجهات الداعمة والمشاركة في المهرجان. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة بعرعر جمعا من أهالي المنطقة وشيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين في أمانة المنطقة والبلديات والمجالس المحلية والبلدية في جلسة خصصت لمناقشة أهمية التخطيط الحضري للمدن وارتباطه الوثيق باحتياجات السكان وحاجة المنطقة الدائمة للمتابعة والتطوير للارتقاء بها لتلبية تطلعات المستفيدين والمواطنين بما يتواكب مع ما يشهده الوطن من تطور ونماء. وأشار أمير الحدود الشمالية إلى أهمية التنسيق والتكامل بين البلديات والمجالس البلدية والمجالس المحلية لخدمة المواطن المحور الأساسي للتنمية. كما التقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة مدير فرع جمعية المتعاقدين أو المتقاعدين بالمنطقة اللواء جزا بن مرجي الدهمشي، يرافقه عدد من أعضاء الجمعية. وأبرز سموه
وأبرز سمو أمير الحدود الشمالية أهمية العناية بالكوادر الوظيفية من ذوي الخبرات من مدنيين وعسكريين والاستفادة من مخزونهم الفكري والعلمي، داعيا رئيس وأعضاء الجمعية إلى الإسهام في توفير أفضل الخدمات والمساندة للمتقاعدين والمتقاعدات، سواء كانت خدمات اجتماعية أو صحية واقتصادية وثقافية.